السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. النهاردة رجع لكم من قناتكم حرفة تحفة بفيديو تاني جديد. النهاردة هنجيب ده الرور بتاع الاسترتش، زي ما انتوا شايفين هو سميك بالشكل دوت. هنيجي هنعمله تحفة للبيت. هنجيب هنا دوت ورق كرتون، انا قصاه على قد الاسطوانة من جوه بالشكل ده على اساس ان هو هيدخل فيها لما نيجي نركبه في الاخر. قصه منه 3 قطع. زي ما انتوا شايفين كده بنثبتهم. هنجيب الثلاثة الاكبر هنثبتهم بمسدس الشمع. بالشكل دوت هنثبت الثلاثة الأصغر برضو زي ما ثبتنا دايره. وهنثبت الثلاثة الصغيرين برضو بنفس الشكل. هنا دوت الطول بتاعها 24 سنتي، وديت طولها الأصغر 16.5، ودوت 7 سنتي. هنلزقهم فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعدين هنجيب هنا حبل الغسيل اللي هو البلاستيك العادي ده، وهنلفه داير ما يدور. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل دوت لفيناه وثبتناه. وهنلف التاني برضو بنفس الشكل، لفينا 2. بعدين هنلف التالت برضو بنفس الشكل. هنيجي تحت برضو وهنعملهم 3 بنفس الشكل. وبنثبته كويس. وبنقص. وبنثبته بالشكل النهائي بيبقى هو دوت. زي ما انتوا شايفين كده. لو في اي زيادة شليها من الشمع. هنا عملنا واحدة كمان زيها بالظبط، نفس المقاسات والحبل كل حاجة. نيجي هنا بنكتر شمع عشان نلزق فيه الاسطوانة. لازم تكتر الشمع. على فكرة لو انت عاوزاها اطول ممكن تحط اسطوانتين فوق بعض تلزقيهم برضو بالشمع وباللزق، هتبقى جامدة ومتينة وهتبقى اطول عشان تثبت على الارض. هتيجي هنا تجيب الاسطوانة وتحطيها تضغطي عليها شوية عشان تلزق كويس. بقت بالشكل دوت من هنا. والشكل التاني هنيجي بعد كده بنجيب دوت اسبري رش من عند اي محل بتاع ابويا. هرشناها زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت كله. ده اللون الفضي رشتها بيه كله زي ما انتوا شايفين كده من كل الجوانب. تيجي هنا بتجيبي اسطوانة ترسم عليها بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده، خط مستقيم وخط مستقيم. تيجي تاخدي 3 سنتي، تاخدي نصهم 1.5، تطلعي فوق برضو 1.5. تيجي بترسمي بالشكل دوت كده. وانت عملتي هرم، شكل هرم.
بتجيب المثلث اللي انت عملتيه بالشكل دوت كده وبتحطيه تطبعي عليه بالشكل كده، تطبعي في كل الاسطوانة داير ما يدور. بالشكل ده هو كله. بعدين بتيجي هنا كده تحط مسدس الشمع وهتثبت زي ما انتوا شايفين كده، ثبتناه. هتعملي كده لغاية تحت، خلصناه بالشكل ده. هنجيب واحدة تانية بنكمل بها من تحت. لو من تحت اجد صغيرة قصيها زي ما انا قصتها كده من النص والزقيها عشان تبقى ماشية كأنها ماشية متساوية على طول. بنجيب واحدة تانية وبنلزقها. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت هو دوت شكلها. بنيجي في المنتصف كده بنبين كل واحدة واحدة وبنحط واحدة، بيطلع الشكل دوت معانا. بنكمل زي ما انتوا شايفين هو ده الشكل معانا، هنكمله للاخر خالص وافرجه لكم. كملناه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كله للاخر. بنيجي هنا في القاعدة من تحت وبنحط بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده مثلثات داير ما يدور، وتثبتي داير ما يدور زي ما انت شايفه من فوق، وبرضو من تحت بنفس الطريقه. عملناها من فوق اهوت بنفس الطريقه، ومن تحت كملناها بنفس الطريقه برضو، ومن فوق عملناها من الجنبين برضو بنفس الطريقه دي. هنيجي من فوق خالص، هنجيب مثلثات بالشكل دوت. هنحطها داير ما يدور ونثبتها. هنيجي برضو من جوه ونعمل برضو نفس الشكل. برضو من جوه برضو هنعمل كمان نفس الشكل هو برضو. ثبتناها برضو. هنيجي من جوه من هنا هنحط 2 بالشكل ده، وبكده بيكون الشكل بتاعنا خلص لفكرتنا النهاردة. اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم. ده المنظر، ممكن تحطيه في اي مكان انت عاوزاه، تحط عليه اي تحفة عندك، تحط عليه اي بكي ورد انت وذوقك. انا مثلا هنا حطيت عليه بكي الورد دوت
بالشكل ده وحطيت عليه الفرع الاخضر دوت برضو. اتمنى ان الفيديو الفكره تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.